امبارح في صور مفزعه الحقيقه، والصبح قاعدين نتخانق النهارده نعرض الصور، لا مش هنقدر نعرض الصور، وقلنا لا احنا لازم نعرض الصور عشان احنا لازم نفضل يعني ايه فاكرين دايما، بنفكر نفسنا انه ما تاكلش من حته مش مضمونه، ما تاكلش من حته مش مضمونه. ايه الصعب في كده؟ يعني حضرتك تاكل جبنه، حته جبنه بيضه صغيره كده، والله العظيم بتكلم بجد، تاكل حته جبنه بيضه صغيره كده، ولا واحده نستو مع حته عيش، ولا عيش ساده حاف لو انت يعني جعان قوي في الشارع مثلا، ولا جعان ولا كده، ولا بس مضمونه، ولا تاكل لحمه ما انتش عارف اللحمه دي ايه. بعدين والله يا جماعه، طيب مش انا مش هتكلم عن تجارب شخصيه، مالي ما بحبش اتكلم عن حاجه شخصيه، بس صدقوني مقاطعه اللحمه شيء جميل جدا وصحي وموفر جدا جدا جدا. الاطباء الفاضلين الحقيقه اللي طول الوقت بنوجه لهم التحيه، أطباء التفتيش في مديرية الطب البيطري في القاهرة، وهتكلم عنهم وهتكلم عنهم، وهقول أنا ليه بقول وليه بحييهم وليه بقول إن هم ناس بتشوف شغلها كويس قوي. لو حضراتكم تعرفوا الطبيب البيطري المفتش، المفتش البيطري بيعاني قد إيه، لو حضراتكم تعرفوا الظروف البيئية اللي بيشتغل فيها، هتقولي ما هو معاه ضبطية قضائية ويقدر ينزل يقفل ويشمع محلات، لا حضرتك يعني كان غيره أشطر، لأنه ده ممكن المفتش البيطري ده ينزل بضمير ويعمل ظبطيه ويقفل المحل او يعمل محضر او يعمل مخالفه، مسافه ما يرجع المديريه او لو هيطلع على القسم يسلم المحضر او ما اعرفش الاجراء ايه بعدها، يكتشف انه صاحب المكان راح دفع المخالفه ولا فك الشمع ولا مش 50 جنيه واخد بعضه سلام عليكم وطلع، وكله بالقانون. فلا يعني احباط ما بعده احباط. تخيل كده حضرتك بتشتغل بضمير وفي ظروف صعبه، مرتبك يعني يعني حاجه متدنيه جدا، بتتعامل مع جزارين وبتتعامل مع مذابح وبتتعامل مع جزار، بتتعامل مع برضه في وسط مش سهل، تمام، وبعد كل ده لما تعمل شغلك تلاقي انه راح على الفشنك، لانه القانون ما بيقولش ان هو يحصل له اي حاجه في الدنيا غير انه يتشمع ومسافه ما يروح ولا يبعت حد يدفع الغرامه 50 جنيه ولا 100 جنيه ولا ما اعرفش بقت كام دلوقتي، سلام عليكم، ياخد بعضه ويرجع يفتح المحل ويعلق لك اجدع حمار في المحل، اجدع حمار عادي، ما هو مخالفه هيطلع. الجديد بقى مش حمير، حمير ده ذبح الحمير ده كان قديم، موضه قديمه، دلوقتي في جديد بقى خنازير يعني، فايه حضرتك بص يعني ملطوط ملطوط، ما هو ملطوط ملطوط يعني حرام، يعني حرام يعني حرام اللي بيحصل ده والله العظيم. الاطباء اطباء التفتيش البيطريين في مديريه الطب البيطري ظبطوا مكان بيذبح خنازير، فين بقى؟ في منشية ناصر. بتورد دي صورة من الخنازير المذبوحة والمضبوطة والتي تم التقاط الصور ليها، خنازير ف يعني طب بس فيعني بتورد بقى اللحمة دي لفين؟ يعني ده المكان اللي بيخالف وبيذبح الخنازير، بيوردها فين بقى؟ بيوردها لبعض مطاعم الكباب والكفتة، فحضرتك يذبح لك الخنزير زي الفل كده ويشفي، بس يسمي عليه الأول عشان احنا يعني لازم نمشي بشرع الله، يسمي عليه الأول ويذبحه ويبعت لك اللحمة هناك تتباع على إنها كباب وكفتة زي الفل. ضاني بقى ولا مستورد معرفش، يعني حقيقة إيه ممكن نسأل في الجزئية دي. طبعا يعني مهزلة والله، الواحد بيضحك من غلبه، مهزلة الحقيقة. إنه بقول أطباء التفتيش بحييهم تحية كبيرة جدا، التفتيش البيطري لانه زي ما بقول بيشتغلوا في ظروف قاسيه جدا، بس بيشتغلوا بمنتهى الضمير وبمنتهى الامانه. الدكتوره شيرين زكي طبعا مديره التفتيش البيطري في الطب البيطري بالجيزه قالت انه تم ضبط المسؤول عن مكان الذبح المخالف، وتم عرضه على نيابه لاتخاذ الاجراءات القانونيه ضده، وتم تشكيل اللجنه من بعض الاساتذه والدكاتره، الدكتور ميلاد سيدهم والدكتور السيد فوزي باشراف وكيل الوزاره الدكتور سيد عبيد. هذا ما ذكرته ايضا الدكتوره شيرين زكي اللي معانا هاتفيا، بنحييها وبنحيي كل فريق العمل. يا دكتوره شيرين تحياتي ليك يا فندم، واهلا وسهلا بيكي. دكتوره شيرين زكي الطبيب ورئيس لجنتي سلامه الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، أهلا بيك يا دكتورة شيرين وصباح الفل عليك يا فندم. صباح الورد عليك يا جميلة. يعني أنا مش عارفة والله أضحك ولا أعيط في الخبر ده، مش عارفة. يعني والله أنا إيه اللي بيحصل ده يا دكتورة؟ امبارح
ايه اللي بيحصل ده يا دكتوره؟ ايه اللي بيحصل؟ هو طبعا زملائنا في مديريه الطب بيطري القاهره الدكتور ميلاد سيدهم والدكتور السيد فوزي ووكيل الوزاره الدكتور سيد عبيد كانوا حاطين عينهم على المكان ده حسب ما وفوني بالاخبار كرئيس للجنه المتابعه الميدانيه بقالهم شهر. بيحاولوا ان هم يجمعوا معلومات عن المكان، طيب بيودي فين، انسب وقت للضبطيه امتى. ولما تم مداهمه المكان عشان برضو الصور عملت بلبله للناس اللي مش مستوعبه وقعدوا يقولوا ده التصوير والصور دي في مكان راقي، دي مش منشيه ناصر. الصور اللي قدام حضرتك ده في ديوان عام مديريه الطب البيطري، لان الاطباء نزلوا بدون تامين، نزلوا طبعا بدون تواجد شرطي معاهم. بعض الاحيان ان الضبطيه بتلزمنا ان احنا نتحرك بسرعه بدون حتى اصطحاب امن، وطبيب التفتيش عارف من قبل. بس خطر قوي يا دكتوره، خطر قوي. عارف يا فندم، احنا عارفين احنا ممكن ننزل نواجه ايه، لكن المهنه دي يعني محتاجه، او الكرايتيريا دي من المهنه محتاجه طبيب عنده قلب جامد، طبيب عارف مخاطر اللي بيعملوا ايه، لكن في نفس الوقت يبقى عارف يسيطر على الموقف ازاي. فاللي حصل انهم خدوا الضبطيه وطلعوا على مديريه الطب البيطري بالقاهره، وتم تصوير المضبوطات زي ما حضرتك شايفه. المضبوطات عباره عن 12 حيوان مذبوح زي ما انتم شايفين، في بعضهم حتى تم صمته وبعضهم لا، و14 كيس كان مدون عليهم، ودي كانت الحاجه اللي لافته للنظر قوي للجنه، مدون عليهم اسم سوبر ماركت شهير له فروع في القاهره الجديده. ال14 كيس زنت كل كيس 10 كيلو يعني باجمالي 140 كيلو، مقطعات لحوم خنازير كانت معده للتوزيع وللبيع على بقى السوبر ماركت ده بجوار المحلات او مطاعم الكباب. السوبر ماركت ده يا دكتوره ليه تشين، يعني ليه سلسله موجوده في كذا مكان في القاهره الجديده. في القاهره الجديده. فاللي حصل انه اتلمت المضبوطات وطلعوا بيها على المديريه بوزنها، طلع الوزن التقريبي ليها طن، وتم استصدار. طب الحمد لله عنده ضمير يعني في الوزن. ايه؟ لا ده احنا اللي وزننا. انتوا اللي وزنتوا. تمام. احنا اللي بنوزن علشان لازم يتكتب في المحضر وزن الضبطيه قد ايه. تمام. وتم استصدار قرار نيابه بشان المضبوطات، اعدام المضبوطات، وبرضه في ناس انا لقيتها مستاءة من اعدام المضبوطات، ده قرار نيابه ولا يمكن التعقيب على قرارات النيابه وكامل الاحترام ليها، وتم بالفعل اعدام المضبوطات في المحرقه الخاصه بمجزر البساتين. الجزئيه الجميله اللي حابه اقولها لحضرتك تكمله للاحباط، ان المشهد المفزع اللي قدامنا ده هيرسي في الاخر على توصيفه الجنائي ان هو ذبح خارج السلخانه. القصه كلها هترسي على غرامه والسلام عليكم. يعني ايه يا دكتور؟ يعني ايه يا دكتور؟ ما هو يا فندم احنا يعني شوفي، انا بطلع مع حضرتك بقالي قد ايه، بح صوتنا وهرمنا انا وانتي في ان احنا نقول فين لجنه التشريع في البرلمان المصري، فين القوانين وتغليظ القوانين وتغليظ العقوبات في مجال فساد الاغذيه وصحه المصريين. البرلمان قرب دورته وتنتهي، مفيش قانون واحد تم استصداره لصحه المصريين ولحمايه صحه المصريين. الناس بتسالنا من امبارح قولوا لنا اسم الاماكن، حرام عليكم، احنا من حقنا نعرف. احنا مش قادرين نتكلم لانه انا شخصيا تم اتهامي بافشاء اسرار اطلعت عليها بموجب عملي. يعني الطبيب البيطري لما يقول اسم المكان المخالف ده بموجب محضر وبموجب ضبطيه تمت وبعد صدور قرار النيابه بشان الضبطيه دي، يتهم ان هو بيفشي اسرار اطلع عليها بموجب عمله. طب ما هو في المقابل بقى، ما احنا ممكن نقول ان ضابط الشرطه اللي بيأدي عمله على اكمل وجه وبيعلن عن اسم المتهم يبقى هو كمان بيفشي اسرار. ضباط الرقابه الاداريه اللي كامل احترامنا ليهم ولسه جايبين محافظ المنوفيه يبقوا بيفشوا اسرارهم. يعني شيء بصراحه غريب غريب. احنا بنطبطب على يا دكتوره بس معلش انا برضه مش قادره والله ابلعها دي. يعني ايه يعني ايه قله الضمير تسمح للناس ان هم يذبحوا خنازير ويبيعوها على ان هي كباب وكفته وتتباع في المحلات وتنزل في السوبر ماركت والناس تاكلها، وفي النهايه يبقى اقصى تهمه توجه ليه ان هو ذبح خارج السلخانه؟ بالظبط.
لانه القانون الثاني او العقوبه الثانيه، بس دي مش بتاعتنا احنا كاطباء بيطريين، دي مش توصيفات قوانيننا احنا، هي الغش التجاري. ده بيعمله ضابط التموين او مفتش التموين، وبرضه عقوبتها تافهه، يعني هي مش ما فيهاش عقوبه مغلظه بالحبس مثلا والغرامه وغلق المكان والكلام ده. بعدين غلق الاماكن برضه معلومه للناس اللي مش عارفه، وانا بحب دايما اقول الكلام ده في البرنامج عند حضرتك، غلق الاماكن مش من سلطات الطبيب البيطري الذي يحمل الضبطيه القضائيه، ولا من سلطات ضابط المباحث مباحث التموين الذي يحمل ايضا الضبطيه القضائيه، لكن هي من سلطات الاحياء يا فندم. ودي برضو حاجه غريبه، وانا لما اكون في مكان وضبطت ضبطيه زي دي ما اقدرش اغلق ليه؟ ولازم الحي هو اللي يجي يغلق، وبعد ما بيغلق بيروح اصحاب المكان في اي محل مخالف بيفتحوا المكان، وبنبقى متحسرين على شغلنا وتعبنا وتعب زملائنا، واحنا شايفين المكان المخالف فاتح بعين وجباير يعني زي ما بنقول كده بالبلدي، وبيمارس نشاطه والناس ماسكه فينا احنا. ما خلاص يا دكتوره، ما هو خلاص دكتوره معلش اسال حضرتك سؤال، ايه اللي يمنع دلوقتي اي واحد هو كده كده ما عندوش ضمير، خلاص ما عندوش ضمير مش فارق معاه، ايه اللي هيمنعه ان هو يفضل يجيب يلم في حمير في من الشوارع ويلم في كلاب ويلم في بتاع ويذبحهم ويبيع اللحمه على ان هي يعني ضاني وبتاع؟ ايه اللي هيمنعه اذا كان هو عارف ان هو طول ما هو شغال كده بيكسب زي الفل، وفي نفس الوقت انه لو اتمسك ديتها غرامه ولا حاجه بسيطه بتاع ويطلع ويرجع تاني زي الاول واسوأ؟ والله اعلم ما فيش حاجه تمنعه يا استاذه منى، دايما عمالين نقول من اساء من امن العقوبه اساء الادب طبعًا. من امن العقوبه اساء الادب طبعًا. مش اساء الادب دول ركبوا صحتنا وفلوسنا وصحه عيالنا، ويعني الواحد مستغرب بصراحه ليه الصمت الرهيب ده من البرلمان المصري في عدم تشريع قوانين تخص الصحه العامه. هم مشكورين كل يوم بيطلعوا لنا مشاريع قوانين جديده، اين الصحه؟ اين فساد الغذاء؟ احنا بنتعامل مع قوانين وبنوصف في ضبطياتنا قوانين من سنه حاجه و60، لا عقوبتها الجنائيه مناسبه لدلوقتي ولا غرامتها الماليه مناسبه لدلوقتي. ان كانت غرامه ماليه زمان مثلا كانت 50 جنيه في الستينات، ده كان مبلغ يقطم وسط اي حد، دلوقتي دي ايه؟ ولا حاجه، ولا حد ملتفت للجزئيه دي خالص، ولا بنشوف مثلا انه في جهات تنفيذيه او جهات سياديه ذات قرار بتحاول تدور على حل للمشكله اللي احنا فيها دي. انا بشكرك يا دكتوره، بشكرك الف شكر ليك الدكتوره شيرين زكي، وربنا معاكو. انا هقول حاجه ودلوقتي اقدر اقولها والدكتوره شيرين مش معايا على التليفون، لانه هي معايا ممكن يعني يبدو ان انا بجاملها او ان انا يعني بشكر شغلها او شغل زمايلها او كده، بس دلوقتي اقولها. الناس اللي زي الدكتوره شيرين، وانا بقول ده لانه يعني انا واحده بتابع، يعني بتابع برامج، بتابع سوشيال ميديا كويس جدا، بتابع بعرفه يعني بسمع اللي بيتقال. يعني الناس اللي زي كده اللي بينزلوا يعملوا ظبطيات، حضراتكم سمعتوا بودانكو بتقول لك احنا ساعات بيبقى عندنا ظبطيه ما ينفعش نتاخر عليها وما ينفعش نستنى لما ناخد معانا المباحث او القوه يعني من الاسم او كده وننزل، فاحنا كاطباء بيطريين بننزل بما فيهم سيدات، هي بتنزل كتير جدا وهي سيده لوحدها، وحتى لو راجل يعني حضرتك لو شاب او راجل طبيب بيطري نازل مفتش كده نازل في جزاره ده ولقى مخالفه وعنده ضمير ولازم يكتب مخالفه هيعمل ايه؟ ده جزار يعني ما حدش يهزر معاه. الفكره في حاجه، الفكره انه الناس دي بدل ما احنا شفنا الناس دي شغلها على مدار سنوات طويله جدا، بدل ما نقول لها شكرا، بدل ما نسمع هي بتقول ايه، بدل ما نسمع توصياتهم، بلاش نقول لهم شكرا يا سيدي، مش عايزين نقول لهم شكرا، لكن ما نقعدش بقى نشنع عليهم ونقول الناس دي بتاعت شو، واصل ده بتاع غاوي منظره، وايه يعني الظبطيه اللي عملها، ولا احنا شاكين في الموضوع ونشكك في المكان اللي اتظبطت فيه الحاجه. ما ينفعش يا جماعه كده، يعني ما ينفعش لما يبقى عندك حد بيشتغل شغله كويس تشكك فيه، جاله حاله احباط واكتئاب من البهدله اللي بيسمعها ومن التشكيك الدائم والتخوين الدائم، فقعد في بيته مبطل يشتغل او بقى بينزل يروح المكتب يمضي ويروح من الاكتئاب اللي جاله، فبرضه تشتم فيه، ما انت ما بتشوفش شغلك. ما ينفعش كده، ما ينفعش حاله التخوين والتشكيك في كل حاجه بتتعمل. وبعدين معلش مع احترامي، هل يليق بالمصريين ان احنا النهارده 2018 بننشد تنمية مستدامة ومشروعات كبرى ومحطة ضبعة ونووي وطرق وكباري ومشاريع قومية محترمة وكبيرة وعملاقة ومفروض محتاجة سنوات كتيرة جدا عشان تتعمل، اتعملت عندنا في وقت قليل جدا، هل يليق
ان المصري ده اللي الدولة بتعمل له ده يبقى عرضة انه ياكل لحم حمير ولحم كلاب او لحم خنزير على ان هو ضاني وبتلو؟ طيب الإجابة اكيد لا، لا يليق، مش هنختلف على الإجابة، ما اعتقدش ان في حد عاقل ممكن يقول اه يليق، اكيد لا لا يليق. هنعمل ايه بقى كدولة؟ برلمان هيعمل ايه في التشريعات؟ سمعته من مفتشة بيطرية بتشتغل في الفيلد ده بقالها سنين طويلة جدا، بتقول لك التشريع ضعيف، القوانين ضعيفة، العقوبة ضعيفة. ايه اللي هيمنعه انه يعمل كده؟ هيفضل يبيع لك لحم حمير ولحم كلاب وبتاع؟ ده لسه من يومين حد بعت لي صورة لبروشور كده او حاجة مكتوب فيه محل، يعني محل ما، هبعته لها، هبعته للدكتورة شيرين، اصل اكيد في حاجة غلط. اسعار، انت ازاي اسعارك رخيصه كده؟ ساندوتش الحواوشي 3 جنيه ونص، ساندوتش مش عارفه الكفته مش عارفه 5 جنيه ونص 6 جنيه، ساندوتش ما اعرفش ايه بانيه ولا بوفتيك ايه مش عارفه اسكالوب مش عارفه 8 جنيه. يعني ما في حاجه غلط، ما هو مستحيل تكون دي لحمه طبيعيه ويكون دي اسعارها. طب وعادي جدا وعيني عينك، وبيبعت الفلاير بتاعه ده بيوزعه في العربيات وبيوزعه في الاشارات وبينزله على فيسبوك عادي جدا، مش فارق معاه. ما ينفعش كده والله العظيم، دي محتاجه وقفه وانتفاضه حقيقيه من الدوله. ما ياكله المصريون يجب ان يكون صحيا مضمونا نظيفا خاليا من السموم وخاليا من الغش والفساد بقى، كفايه.